قال الناطق الرسمي في الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة الدكتور محمد بوزبر أن نزاهة تلقت بلاغا بشأن بعض وقائع وشبهات فساد أشار إليها حكم الدائرة الإدارية الصادر في 19 من نوفمبر الجاري، والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإلغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف إدارة الخبراء إلغاء مجردا، مضيفا أن نزاهة تعكف حاليا على دراسة البلاغ وفحص الحكم المذكور لاستخلاص ما تضمنه من وقائع وموضوعات وأسباب قد تدخل ضمن اختصاصها في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في القطاع العام الواردة بموجب قانون إنشاء الهيئة.